ايه اللي انا عملته في السنتين الاولانيين؟ ايه السنتين اللي عملنا فيهم ايه؟ بدأنا فيهم اذا كنا احنا دلوقتي واحنا بنسمع عرض الرقابة الادارية فيما يخص المنظومة بقينا ملتعين جدا لما لقينا ان في اسر احنا مش شايفينها ومش قادرين نوصل لها لا بتموين ولا بدعم. طب تصوروا لو انا عندي 3 مليون او اكتر من الشباب اللي هو راجع من ليبيا وراجع من دول اخرى جاي مصر هنا ومفيش شغل ليه؟ انا متاكد وانا بكلمكم كده من حجم العمل اللي موجود في مصر ان في 3 مليون على الاقل على الاقل شغالين وبياخدوا مرتبات او بياخدوا اجور اخر اليوم اخر الاسبوع اخر الشهر وبيرجعوا بيها لبيوتهم ولاهاليهم. كتير او قليل بيلاقي حاجه. كتير المبلغ 100 جنيه في اليوم 80 جنيه في اليوم يزيد يقل لكن بيلاقي حاجه يرجع بيها. واستمرنا على كده وكان الهدف من كده حاجات كتير منها ان الامل اللي هم قتلوا الامل في قلوبنا وحسسونا ان احنا مفيش فايده فينا وشككونا في قدراتنا. كنا لازم نقول لا احنا قادرين. قادرين زي قناه السويس كده في سنه. في سنه واحد يقول لك طب الفلوس واللي خدتوها ده احنا اللي اتكلفت بيه القناه مش الانفاق ومش المنطقه الاقتصاديه بتاعت قناه السويس. افتكر خلال السنتين اللي فاتوا دول تقريبا احنا جبنا المبلغ ده. تقريبا جبنا المبلغ اللي تم بيه الحفر. الفريق مهاب موجود؟ فريق مهاب. طيب انا بس هفكر حضرتك ان احنا على الاقل كانت نسبه الزياده في الدخل عن وتصحح لي خلال الثلاث سنين ما بعد القناه بين 2-3% لغايه 5-6%. ها طب انا هقول الرقم النهائي بتاع السنه اللي فاتت 600 مليون دولار مش كده؟ مش كده يا فندم؟ ده 600 مليون دولار على السنه اللي قبليها بس يا فندم. على السنه اللي قبليها يعني. ايوه مش كده؟ ايوه. طيب انا بس بقول ايه 600 مليون دولار دول تقريبا يعني في حدود 14 مليار جنيه. تكلفه القناه 20 مليار جنيه مصر بس. بالظبط كده. فانا بس بقول الكلام لان انتم يعني الكلام واحد. اتفضل يا فندم. شكرا. الكلام بتاعنا كلام واحد. طيب ثم بقيه المشروعات الاخرى. هو النهارده لما انا مش انا لما مصر تحل مشكله 200 الف اسره عايشين في المناطق الخطره كانوا موجودين في شكل لا يليق بمصر ولا باهلها. وانا تصورت ان احنا ما يبقاش عندنا المروءه الكافيه وان احنا نسيبهم كده. وابتدينا البرنامج في الاسكان الاجتماعي والاسكان المناطق الخطره. ثم برامج مختلفة في حاجات كتير قوي 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 عشان نقدر نتحرك بيها ونطلع فيها نطلع ونتجاوز بيها التحديات اللي كنا فيها. بعد سنتين كانت ابتدت شبكة الطرق ملامحها تترسم على الأرض. كانت قناة السويس خلصت. كانوا ابتدينا نتكلم على إن الأنفاق خلاص في الإجراءات النهائية ليها. إحنا إن شاء الله يمكن أكتوبر أو نوفمبر ديسمبر نوفمبر هنكون افتتحنا الاربع انفاق للحركه لداخل سيناء والعكس.